عرش الخلافة يهتز والأرض تكاد تميد به يا حجاج. ثبت الله دعائم ملكك يا أمير المؤمنين. ليس بالدعاء وحده يا أبا يوسف، بل بالحكمة والحزم والتدبير. أنا سهمك الذي لا يخطئ مرمى، فأطلقني على من شئت حتى ولو كان أقرب الناس إلي. أطلقك على من أو على من أو على من؟ لا يطمع الغوغاء إلا ضعف الولاة والأمراء، ولو كان ولاة تلك الأمصار في ولاء وبطش خادمك الحجاج. لا تجعل خصومتك لبعض رجالنا هدفا للحط من أقدارهم، فإن لهم بلاء ومآثر في الفتح الإسلامي ونشر دعوته وتثبيت دعائم خلافتنا يا ثقفي. صدقت يا مولاي، لكني أخشى أن ينتهزوا فرصة انشغالكم فيستقل كل منهم بما تحت يدي. ليس تحت يدي إلا الجمر وشوك القتاد، ولو علم الناس أي جبل يحمله عبد الملك على عاتقه لفروا من زهوة الحكم وبريقه فرار الراجل على قدميه من الأفعى بلمعانها وبريقها ونعومتها ثم لدغتها التي لا شفاء منها. سلمت يا أمير المؤمنين من كل سوء، سيحقق الله أحلامك يا أمير المؤمنين، وستمتد ظلال خلافتكم لتظل الأرض كلها مشرقها ومغربها. في الخلاف والاختلاف تنحسر ظلال الخلافة، فنصبح مطمعا لأعدائنا الذين يتربصون بنا خلف جبال الثلوج في الشمال وخلف شواطئ البحار في الغرب. بالحزم والشدة ينحسر الخلاف وتخمد نيرانه يا مولاي، فابدأ بذلك العائد بمكة. ليس بعد وثق فيه، فليس لي أن أغفل عن أعدائنا وأتركهم يحيطون بنا لأشهر سيوفنا في وجه إخواننا في الدين خصومنا في الرأي. فأرسل إلي زهير بن قيس. هو والله الذي كان في عقلي يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أعلم بتلك الأرض ووعورتها وشدة بأس البربر وسطوة زعيمهم كسيلة الوثني، فأمدني بأكبر حشد من الرجال. ستخرج اليوم في 20,000، وقبل وصولك الفسطاط سيكون أميرها ولي عهدنا عبد العزيز بن مروان قد حشد لك 30,000 من خير أجناد الأرض جند مصر، فاخرج بهم واطوي الأرض طيا، ولا تنزل عن صهوة جوادك إلا في القيروان. سأفعل إن شاء الله يا أمير المؤمنين. واعلم أن بقاء الإسلام دين الله الواحد في تلك الأرض إفريقية رهن بإرادة الله أولا، وببلائك وبسالتك أنت ورجالك ثانية. للموت نخرج في سبيل الله يا أمير المؤمنين. واعلم أنك ورجالك لم تخرجوا للغنائم والسلب والنهب وزينة الحياة الدنيا، ولكن لنشر دين الله، فلا تقاتلوا أحدا إلا بعد أن تعرضوا عليه الإسلام، فإن شرح الله صدره فله ما لنا وعليه ما علينا، وإلا فالجزية إن كانوا من أهل الكتاب، وإلا فالقتال حتى تظفروا بإحدى الحسنيين، نصر دين الله أو الشهادة في سبيله. مرحبا بك يا مولاي. أين مولاك عبد العزيز؟ في دار الإمارة بالفسطاط. أسرع إليه لتخبره بقدومي. هيا مولاي. تفضل سيدي. أبتي مرحبا بك. كيف حالك يا أم عمر؟ منذ مولد عمر نترقب حضورك، ومنذ شب عن الطوق يريد أن يرى جده، كما أنني رزقت بطفلة أشبه بجدتها سميتها أم البنين. مرحبا بك يا أبا أم عمر. طاب مقامك في مصر يا أمها. كم أرسلنا إليك لتلحق بنا، ولكنك سلوتنا يا عاصم.
عزة. مولاتي هلمي، ما أتى بك إلا شيء أفزعك فزع الطائر من وكره؟ ماذا وراءك؟ اصبري، لا تفزعي طيور هذا العش الهادئ في تلك الدوحة الوارفة. تعال إلى غرفتي فقد طيرت قلبي فزعا. ماء النيل، أكواب وأباريق من الفضة، لكنه نظيف مصقول. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من فضله. ما الخبر الذي أفزعك وتخشى أن يفزع طيورنا من عشها؟ جدي يا جدي، ادخل يا قرة عين جدك. جدي عاصم. يا لريح عمر بن الخطاب، يا غصن جدك. وغصن جده مروان بن الحكم. كيف تركت القيروان وإفريقية يا زهير بعد أن قضيت على فتنة كسيلة وكسرت شوكة قبائل البرانس أيها الأمير؟ أما بلغتك أخبار الروم وزحفهم بحرا نحو قرطاجنة وشواطئ إفريقية؟ كلا. لو أنك بقيت حيث أمرك أمير المؤمنين عبد الملك لبلغك في القيروان ما سبقك إلى الفسطاط، فارجع إلى برقة واحشد من تصادفهم من الرجال والعتاد، وادخل قرطاجنة قبل أن يدخلها الروم، فإن سبقوك إليها ضاعت إفريقية كلها، وضاعت معها 40 عاما من الفتوحات، وضاع معها ما فتحه عقبة بن نافع ورجاله هباء. أصلح الله الأمير، فأنا ما رجعت من إفريقية هربا من قتال ولا خوفا من موت، ولكني أنجزت ما أخرجني إليه أمير المؤمنين عبد الملك. وأنا أمير مصر وإفريقية، وأمرك أن ترجع من فورك أو أعزلك وأرسلك في قيدك إلى دمشق ليرى فيك أمير المؤمنين رأيه. أمرك أيها الأمير. انصرف. وضحهم بالباب يقول إن ضيفا جاء من الحجاز يريدك على عجل. الحجاز، ماذا فعل ابن الزبير؟ استولى على المدينة وقاتل عاملها وقتل من قتل وهرب من هرب من رجال بني أبي. قتال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم سلم. بالأمس قتل الحسين وأهله وأصحابه، واليوم تقتحم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل الآمنون في رحابها، فيا ويلنا بعد هذا، يا ويلنا. مولاي أمير مصر في انتظارك. قد علمت أن ابن الزبير قد طلب من عبد الرحمن بن جهدم أن يتجهز بجيش يقتحم به الفسطاط ويقتل كل أموي ينزل مصر من صعيدها إلى شواطئها، فأسرعت بالقدوم إليك لعلي أسبقه. هل ستنتظر حتى تراسله وتستشيره يا أبا عمر؟ أمران كلاهما مر، إن صبرت حتى يصلني رد من دمشق فلن تلبث كتائب الفتنة أن تحيط بنا فأضطر إلى إصدار الأمر بالقتال فتلتقي السيوف ويتقاتل المسلمون، وأتحمل أنا ذنب كل قتيل من الفريقين. إذن اذهب بأهلك إلى دمشق
فهو الفرار، وهو العار الذي يلاحقني أنا وأولادي أبد الدهر. وقبل هذا وبعده تصبح مصر غنيمة سهلة لعبد الله بن الزبير وذلك الرجل القادم إليها بن جحدم. وأمر من هذا كله سقوط إفريقية كلها في أيدي أعدائنا، وضياع 40 سنة من الفتوحات منذ عهد أبيك الفاروق عمر حتى اليوم. افعل ما ترى، وحسبي أن بلغت خوفا عليكم. هل أخبرتهم بكل هذا؟ كلا، فاكتم حتى أتدبر الأمر. لله الأمر، فهو على كل شيء قدير. ابن جحدم يحشد رجاله على مشارف المدينة قاصدا مصر. شعيب، مولاي، اكتب إلى عبد العزيز أمير مصر ليخرج بأهله ويأتينا، ولا ينزل البريد من فوق صهوة جواده إلا إذا نفق فيركب غيره ويسبق الريح. أمرك يا مولاي أمير المؤمنين. ثقفي. مولاي، ماذا ترى؟ قطع الرأس قبل الذنب. أصبت كبد الحقيقة يا ثقفي، وكبد الباطل وأعوانه، فأطلقني عليهم. أطلقتك على من استحل حرمات الله وجعل من الأرض التي حرمها الله ميدان قتال وأرض فتنة. فإن أجهزت عليه وقضيت على فتنته أطلقتك على أهل العراق. هو غدائي وأهل العراق عشائي. دعنا من عشائك حتى نرى هل ستزدرد غداك أم تغص به فيصرعك، فإنه صيد منيع، مر طعمه، سم لحمه، شوك عظمه، حلال دمه. إلا إذا استسلم وارعوى فاعف عنه. وإذا تحصن بمكة حاصره حتى يخرج منها ولا تقاتله فيها، فإنها أرض حرمها الله وسماها البلد الحرام وجعلها قبلة للمسلمين. فإن لم يخرج من مكة؟ قلت لك حاصره فيها. فإن لم يخرج وتحصن بالحرم؟ ويحك، لا قتال في الحرم، فقد حرمه الله وعظمه وأمن من دخله حتى ولو كان عدوي أنا. مولاي لا تغضب، فإني أخشى أن يقال إن الحجاج قد عجز عن خصمه، أو إن أمير المؤمنين عبد الملك قد نزل على رأي أخيه عبد العزيز في مجلسكم وبعد خروجه إلى بعض أصحابه. فما علمك برأي أخي ولي العهد؟ سمعته آذاني التي بثثتها حوله قبل سفره إلى مصر. أصم الله أذنيك، اخرج. اخرج ولا تدخل علي إلا وقد طهرت أرض الله من الفتنة، أو لا ترجع أبدا. سأرجع بما يسرك يا أمير المؤمنين. مضى السرور بأهله وبقي الهم بأهله يا ابن مروان. الرسالة يا مولاي. ما هذا يا غبي؟ هي رسالة غرام أو قصيدة حب؟ اكتب له كلمتين اثنتين لا ثالث لهما. عد بأهلك. ارجع إلى أمير المؤمنين وأخبره أني قادم على أثرك. أمرك يا مولاي. وضح مولاي. انقل أمتعتنا إلى شاطئ النيل، سنركب النهر. ماذا حدث يا أبي؟ سأخبرك في الطريق. كاننا نهرب. من قضاء الله إلى قضاء الله. اذهب مع أمك وجدتك إلى السفينة. هيا هيا يا أبا ليلى. اخرج مع أهلك يا ولدي.
وأنت يا أباها ألست من أهلي؟ بلى، ولكن طريقي غير طريقك، سأعود إلى المدينة. لن تنجو من رجال الفتنة. حسبي أن أنجو من عذاب الله إذا غفر لي. تعال معنا حتى نصل إلى تنيس، ثم اركب البحر وسأدبر لك الراحلة. تدبر أمرك واستعن بالله، وهو المستعان على كل شدة. يا عماه اخرج معنا. هيا يا أبا عمر، ولن أوصيك به وبأخته، فإنهما فلذة كبدك وكبدي. فكن إلى جوار فلذات أكبادك يا جدهم. هيا يا ابن عمر وجد عمر الثاني. السلام على مولاي الأمير. وعليكم السلام. إنه الملاح يا مولاي. هل أخبرك وضاح بالأمر؟ نعم أخبرني، ولكن النيل في موسم وفائه. لم يعد في هذه الدنيا ذو وفاء إلا هذا النيل. التيار شديد يا مولاي، وأكثر أمنا وأسرع خروجا ووصولا إن شاء الله. أمرك يا مولاي. أريدك أن تخرج بنا من خليج أمير المؤمنين، فهو أقرب طريق. هي. صدقت يا أبا عمر، فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالسير على نهج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بنوا وأسسوا، وفرشوا وأسسوا، وقاموا وجلسوا، وناموا ونعسوا، ومضوا بعد أن يئسوا. تجلسين على فراشهم. قومي. قم. هل جلس أحد؟ هل سيجلس أحد؟ لا أحد. لم يبق أحد سوى فرتونة وابني فرتونة. أرأيت النصيب يا نصيب؟ تفرحين بما أصابهم؟ سأبكي مثلك وأتمرغ في التراب مثل الأتان، فماذا يفيد؟ هل سيرجعون؟ كلا. هل سنستفيد؟ كلا. حمدا لله على سلامتك وأهلك. أين ولدك؟ تركته بالباب حتى تأذن له بالدخول يا أمير المؤمنين. تستأذن لولدنا؟ افتحوا الباب على مصراعيه. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام يا ابن أخي. أرني ذلك الجرح الذي أصابتك به دابة الخير. مرحى مرحى يا أشج بني أمية، مرحى. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. وكل جرح يندمل إلا جرح النفس يا عماه. فصاحة لا تنكر من بني أمية. فماذا تعلم عن جراح النفوس يا بريء النفس لم تزل؟ يا عماه، إن في النفس جرحا مما سمعت، ولا دواء لذلك إلا بجواب صدق يشفيني. عمر، تأدب في حضرة أمير المؤمنين ولا تبدأه بالسؤال قبل أن يسألك، أو استأذن. دعه يا أباه، فإني أظنك قد شغلت عنه حتى أصابته ألسنة السوء. كلا يا عماه، فما شغل أبي عني إلا بمصالح الناس، وما شغلت أنا عنه إلا بكتاب الله. أحسنت ووفيت. فما ذلك الجرح الذي يدمي نفسك الطيبة وصدرك البريء يا ولدي؟ من منا على حق يا عماه؟ نحن بني أمية أم ذلك العائذ بالحرم عبد الله بن الزبير حفيد أبي بكر الصديق؟ بلغني أنك حفظت كتاب الله. بحمد الله. وهل حفظت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ صدق الله العظيم. نعم يا أمير المؤمنين. فمن منا ولي الأمر الذي بايعه الناس قبل الآخر؟ أنا
أم ذلك العائذ بالحرم؟ أنت يا أمير المؤمنين؟ ما سألتك أنت، ولكني أسأل من يسألني. أنت يا أمير المؤمنين، أحفظت شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام، بعد ما سمعته عن أبي وشيخي، وقد وعدني أبي أن يرسلني إلى المدينة لأخذ الحديث والفقه عن جدي عبد الله بن عمر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما منعه من أن يفي بوعده ويرسلك إلى المدينة؟ الخوف من أميرها عامل عبد الله بن زبير. وهل من ولاية الأمر والخلافة تخويف الناس أو صدهم عن دخول المدينة طلبا للعلم؟ كلا يا عمي. هل سمعت عن أبيك أو شيخك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا؟ صدق رسول الله. ما سمعت. ومن منا أبوي عليه قبل الآخر، ومن شق عصا الطاعة وفرق الجماعة، عمك عبد الملك أم ذاك العائذ بالحرم يريد أن يجعل أرض الله التي حرمها ميدان قتال بين المسلمين الإخوة في الدين والنسب؟ أظن هو يا عمه. ماذا تظنه؟ دعه يا أباه يفصح عن رأيه، ولو خالف رأيك ورأينا فذلك خير له ولنا من أن يوافقنا بلسانه أدبا وخجلا أو خوفا ويخالفنا بقلبه. هل تجاوزت يا عمه؟ كلا كلا يا ابن أخي، وغدا يصبح ظنك يقينا وتعلم أن عمك وأباك على حق. إذن له يا أمير المؤمنين ليذهب إلى إخوته أبناء عمومته. مولاي، أريد ولدي الوليد. أمرك يا مولاي. إن لك هنا أخا، ابن عمك الوليد. لبيك أمير المؤمنين. هذا ابن عمك عمر، لم تره ولم يرك من قبل. أهلا بك. اصحب أخاك ابن عمك وأحسن صحبته. هلما يا ابن العم. كان الأولى به أن يتعلم الأدب في مجلس الخليفة. من ذاك يا ابنة مروان؟ ابن أخي، كان يخاطب عمه أمير المؤمنين بلا أدب ولا حياء. إن هو إلا غلام يخاطب عمه يا عمته. فمن ذا وسوس إليه وملأ رأسه وأوغر صدره بالشك في خلافتنا؟ اسأليه يا عمته كما سأله عمه. سيجيبها بما أجاب عمه. الغلام يردد كلاما أكبر من سنه يا أم الوليد. هكذا أولادنا يا عتكة، يولدون رجالا. ما نطق إلا بما سمع من أقرب الناس إليه. أقرب الناس إليه هو أبوه عبد العزيز يا أخت أبيه. الولد بطباع أخواله أشبه. لقد أفسدتم ولدنا. ليس إلى هذا الحد يا عتكة. لا تغضبي منها يا أم عمر، فهي لا تريد إلا الخير لولدك ابن أخيها. الخير بيد الله. هل عمتي عتكة تكرهنا؟ كلا يا ابنتي، ونحن نحبها. اذهبي والعبي مع أختك بنت عمك فاطمة يا أم البنين. اذهبي. ها، حدثيني عن مصر وعن أهلها. بلد في أرض الله،
وعباد من عباد الله. فمن كان شيخ ولدك من أهل مصر؟ كثيرون. من كان أكثرهم جلوسا إلى ولدك؟ شيخ فقيه من قراء مسجد الفسطاط. ما اسمه؟ علي بن زيد المصري. هل عرفت نسبه وعشيرته؟ هو رجل مشهود له بالورع والتقوى، ومن أحفظ قراء مصر لكتاب الله وأجودهم ترتيلا وفهما. علي بن زيد المصري؟ لا، ليس هذا اسمه يا ولي عهدنا. يا أمير المؤمنين، إنه رجل، إنه كما قلت. والآن هيا بنا لنرى بقية أهلنا. ما بال أخيك الوليد يا فاطمة؟ لا يحب اللعب. كذلك أخي عمر، قليل الكلام كثير الصمت. في الذات أكبادنا وزهرات بستان مروان بن الحكم العاطرة. سلمي على أمير المؤمنين يا أم البنين. السلام على أمير المؤمنين. أم البنين، يا للفأل الحسن والذرية الممتدة أغصانا من صلب مروان في أرحام الزمن القادم. أبشر يا مولاي أمير المؤمنين، أبشروا يا أهل الشام، قتل ابن الزبير. أدخلوا البشير. أبشر يا أمير المؤمنين، نصرك الله وطهر أرض الحرم والحجاز كله من الفتنة. مرحى 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 يا حجاج، مرحى. لقد صدقتني في وعدك وتغديت بصيتك. ما اسمك أيها البشير؟ إنه يا مولاي خادمك القاسم بن محمد الثقفي ابن أخي الحجاج. مرحى يا ثقفي، مرحى. ما أشبهك بعمك، إن العصا من العصية. أمرنا لك بألف دينار بشارة. بورك فيك يا مولاي. وأين تركت الحجاج؟ إنه قادم على أثر يا مولاي، تاركا عدوك قتيلا في بطحاء مكة. شعيب، اكتب إلى الحجاج أن وليناه على الحجاز والمدينة كلها. أمر مولاي أمير المؤمنين. هل أيقنت أن عمك على حق وأن خصمه كان على باطل؟ أما في أمور الخلافة فنعم، وأما في أمور دينه فالله أعلم، وحسابه عند ربه. ما أسعدني بك يا ابن أخي، ما أسعدني بك. لقد جمعت الفضل من أطرافه، جمعت ذكاء جدك مروان وفصاحة عمك عبد الملك وجرأة جدك ابن الخطاب. لقد أمرت لك ولأختك بما أمرت به لأبنائي من راتب وعطاء. هل أستأذنه في السفر يا أبتي؟ ليس الآن، ليس الآن. ماذا يريد ولدك؟ كل ما يريده هو وغيره قد أجيب. اليوم يوم العطاء بلا حساب. يريد أن يستأذنك يا أمير المؤمنين في السفر إلى المدينة. اليوم لا خوف على من يقصدها أو يقصد الحجاز كله، زائرا أو حاجا أو معتمرا أو طالب علم. فقد نصرنا الله وقضى على الفتنة، وعادت أرض الحرم، وعادت مدينة الرسول كما أرادها الله تعالى، ملاذا ومقصدا لكل زائر وطالب فقه. يا طالب الفقه في المدينة، أصبح الطريق آمناً وعادت المدينة آمنة مطمئنة.
فاطمئني يا أم الغلام. وكيف أطمئن والحجاج بالمدينة؟ تخشين الحجاج عاملنا على ولدنا ابن ولي العهد وابن أخي أمير المؤمنين؟ لا، بل أخشى على ولدي من نفسه، فهو كما علمت ساخط على أشياء، غاضب من أمور بعض الرجال وأولهم الحجاج. أنا أشد الناس بغضا للحجاج، لكنه رجل حكم ودولة، ولقد أبلى بلاء حسنا في أول ما أمر به. هذا رأيك، ولكنه ليس رأي ولدك، فما زال صغيرا على إدراك مثل هذه الأمور. ربما، ولكن اطمئني، إن الحجاج أحرص على ولدنا من غيره، لحرصه هو على ما وصل إليه من السيادة، وهو ليس بالرجل الأحمق لينظر إلى أمير من بيت مروان مهما يكن فعله أو سنه. اطمئني يا أم الأمير. الأمير، يا لها من كلمة تثير الخوف أكثر مما تثير من الأمن، وتثير الشجن أكثر مما تثير من الفرح. أيتها الأم العمرية، لقد جعلت من زوجك الأموي أميرا عمريا، أو كاد أن يصبح. أصبح خوفي خوفين، خوف على زوجي وخوف على ولدي. عاد الموكب، نفس الموكب، لكن يحمل ثمرة غرس طيب. أم هو فرخ هاجر كي يفرخ في أرض أخرى، ثم يعود الفرخ موطنه منشا أسلافه. أية ريح طيبة تحت وتهب وتسبق هذا الموكب. مرحبا بالأمير ابن ولي العهد. من هذا الرجل؟ هذا ابن يوسف. أنا الحجاج ابن يوسف، جاءني البريد من أمير المؤمنين لأكون في استقبالك. أمرت أن أصحبك إلى دار الإمارة أيها الأمير. ما جئت لدار الإمارة، ولكن لأزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سوف أصحبك حتى تؤدي تحية القدوم وتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحبك إلى منزلك في دار الإمارة. دار جدي ابن عمر بن الخطاب أوسع وأحب إلى قلبي. شأنك أيها الأمير، بإذنكما. لقد قسوت عليه يا ولدي. لا أحبه أبدا، إنه قاتل ابن بنت الصديق. يا ولدي لا تناصبه العداء، إنه الحجاج بن يوسف. وأنا عمر بن عبد العزيز وحفيد عمر بن الخطاب. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.